بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على معلم القرآن الأول سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، نضر الله وجوهكم ونور الله قلوبكم بنور القرآن، وجمعنا اللهم دائما بكم أحبابنا في رحاب كتابه الكريم. أهلا بكم أحبابنا، ولقاء متجدد في رحاب حرز الأمان. وقد توقفنا في شرح فرش سورة الأنعام عند قول الناظم: وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا. والبداية عند ضيفي وضيف اليوم الشيخ الحسن شرف الدين. حياك الله يا شيخ حسن. انت هتبدا النهارده من موضع فيه اشكالات كثيره، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبينها اولا على لسانك في المتن، ثم يفتح علينا بعد ذلك في شرح هذه الابيات. تفضل يا مولانا. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وزين في ضم وكسر ورفع قتل اولادهم بالنصب شاميهم تلا، ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا، ومفعوله بين المضافين فاصل، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا. كلله در اليوم من لامها فلا تل من مليم النحو إلا مجهلا، ومع رسمه زج القلوص أبي مزاده الأخفش. أبي مزاده الأخفش النحو. تاني مرة دي. أبي مزادها الأخفش النحوي أنشد مجملا، وإن تكن أنث كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصادك ذي حلا. نما وسكون المعز حصن وأنثوا تكون كما في دينهم ميتة كلا، وتذكرون الكل خف على شذا وإن نكسروا شرعا على شذا ولا على شذا؟ على شذا. ماشي. وتذكرون الكل خف على شذا وإن نكسروا شرعا وبالخف كملا، ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا، وعدلا وكسر وفتح خف في قيما ذكى، ويا آتها وجهي مماتي مقبلا، وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا. أحسنت يا شيخ حسن، بارك الله فيك. قال الشاطبي رحمه الله: وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا، ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا، ومفعوله بين المضافين فاصل، ولم يرف غير الظرف في الشعر فيصلا. كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا، ومع رسمه زج القلوص أبي مزاده الأخفش النحوي أنشد مجملا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات كلها لفرشة واحدة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. هكذا قرأها العامة، يعني جمهور القراء سوى سيدنا ومولانا عبد الله بن عامر رضوان الله تعالى عليه. طيب، ما كيف يقرأها عبد الله بن عامر؟ قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فزين عند الجمهور فعل سمي فاعله، يعني فاعله موجود في الجملة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، قتل أولادهم شركاؤهم، فشركاؤهم هنا هي الإيه؟ هي الفاعل. طيب، عند ابن عامر كيف تكون القراءة؟ كذلك زين فعل مبني للمجهول، أو في القرآن يعني نتخفف من هذا اللفظ تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول هو فعل لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر في الجملة.
طيب فين المفعول الذي تحول إلى نائب فاعل؟ قتل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. على قراءة ابن عامر لو عدلنا الجملة حتى يتبين لنا كيف يكون إعرابها هيكون إزاي؟ قتل شركائهم أولادهم. فشركائهم هنا الفاعل، لكن الفاعل أضيف إلى المصدر فجر على الإضافة، قتل شركائهم هكذا. والمفعول ظل على ما هو عليه من النصب اللي هو أولادهم، لكن حصل في الجملة تقديم وتأخير، فقدم المفعول وأخر الفاعل، ففصل بالمفعول بين المضاف وهو قتل وبين المضاف إليه الذي هو الفاعل اللي هو إيه؟ شركائهم. يبقى قراءة ابن عامر إزاي؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. يبقى قتل هذا مصدر وهو نائب عن الفاعل، لذلك هو مرفوع. أولادهم هذه منصوبة مفعول به للمصدر، لأن أنتم عارفين أنه بعض الألفاظ تحل محل الفعل، ومن الألفاظ التي تحل محل الفعل وتعمل عمله المصدر، فهي مفعول به للمصدر. طيب وشركائهم، شركائهم الفاعل، إلا أنها أضيفت إلى المصدر فجرت بالإضافة، هكذا قتل شركائهم أولادهم. حصل في الجملة تقديم وتأخير، شال المضاف إليه، بعد عن المضاف وحط بين المضاف إليه والمضاف الذي هو المفعول. بعض النحاة اعترض على هذه القراءة، ومن جملته الشيخ الزجاج وغيرهم اعترضوا على هذه القراءة. الإشكال في القراءة دي فين؟ لا في الفعل الذي لم يسمى فاعله، ولا في إضافة الفاعل إلى المصدر. أما فين؟ في أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. يعني القراءة كلها إشكالها في لفظ أولاده. لذلك بعض من أنكر هذه القراءة جعل أولادهم بالجر، هكذا قتل أولادهم شركائهم هكذا، لكن إن نصبت فهذا هو عين الإشكال عنده. طيب ليه يا مولانا تمنع هذه القراءة؟ يقولوا لأنه لم يرد في اللغة أن فصل بين المتضايفين إلا في حالة واحدة، وهي في الشعر فقط، يعني هي في الشعر ضرورة لكنها لم تأتي في النثر، اللي هي إيه؟ الفصل بين المضافين بالظرف. لذلك الشيخ الشاطبي قال ولم يلفى، يعني لم يوجد ولم يلفى غير الظرف في الشعر، في الشعر بس، مش في الكلام الناثر يا شيخ حسن. يعني إذا كانت هذه ضرورة في الشعر فمن الأولى ألا تكون في النثر. فكيف كيف أنت مش عايزنا نقبل، عايزنا نقبل الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول مع أنه لم يأتي في اللغة، وإحنا اللي أتى في اللغة كضرورة في الشعر ما قبلناهوش في النثر. هذه هي حجة أهل النحو الذين اعترضوا على هذه القراءة، واستشهدوا بذلك من شعر أنشده سيبويه، وهو من كلام عمرو بن قمئة، قال لما رأت سادي تم استعبرت لله در اليوم من لامها. الشيخ الشاطبي اكتفى بالشطر الثاني الذي فيه الشاهد، قال كلله در اليوم من لامها، هي لو عدلنا الجملة لله در من لامها اليوم، فدر مصدر وهو مضاف، ومن لامها في محل جر، في محل جر مضاف إليه، واليوم ظرف، ظرف زمان فصل به بين المضاف والمضاف إليه. لما رأت ساديتما، ساديتما هذا اسم جبل في بلاد فارس، قال لما رأت ساديتما استعبرت لله در اليوم من لامها. هذه حجة النحاة الذين اعترضوا على هذه القراءة وقالوا إن الفصل بين المتضايفين لم يأتي إلا كضرورة في الشعر، وإنا لا نقبله في النثر، فكيف بما لم يأتي له مثال أصلا؟ الشيخ الشاطبي يعني لو أنت تتبعت كده كلام الشاطبي في انتقاد بعض الأوجه أو انتقاد بعض التعليلات في المتن، لا تجده يعني شد على معترض
بما شد على أهل النحو في هذه المسألة، فقال: فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا. المليم من هو المليم؟ المليم اسم فاعل من لفظي أو من فعلي ألامة، ألام الرجل يعني أوقع نفسه في اللوم، فالمليم هو من اكتسب اللوم. يعني هؤلاء الذين اكتسبوا اللوم من النحاة لا تلمهم إلا لجهلهم. يعني لفظي صراحة في تقريع وفي تشديد، لكن الحقيقة هم يستحقوا كده. ليه؟ هتعرف دلوقتي. يبقى المليم هو من ارتكب ما يلام عليه. وانت يا مولانا لما اعترضت على هذه القراءة وشنعت على صاحبها أكسبت نفسك اللوم فأصبحت مليما، ماشي؟ فانت تحمل الشيخ الشاطبي حينما يعترض عليك هنا ويشن عليك لأنك ارتكبت جرما عظيما في أن رددت قراءة صحيحة وردت بالسند الصحيح المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ البنا الدمياطي رحمة الله عليه حينما رد على يعني النحاة وقالوا النحاة، قالوا احنا ما فيش عندنا شاهد في كلام العرب، هذا الشاهد يوضح لنا أنه فصل بين المتضايفين بمفعول. يا جماعة ده أنا بقول لكم قال الله، تقولوا لي هات لنا شاهد. يعني أنا دلوقتي بقول لكم قال الله، والذي روى هذا القول رواه عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأرضاه جالس عثمان بن عفان فسمع منه القرآن. لذلك الشيخ ابن الجزري قال يحتمل أن يكون جالسه في ليلة من الليالي التي كان يختم فيها عثمان بن عفان رضي الله عليه القرآن فسمع منه القرآن كاملا. يعني ده تحمل على أعلى الدرجات، سمع من عثمان نفسه أو من اثنين اللي هم المغيرة بن أبي شهاب وأبو الدرداء، والاثنين من سيدنا عثمان، بل إن أبا الدرداء سمع بعض القرآن وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معلوم، فالاعتراض عليه اعتراض في غير محله. طيب، لذلك الشيخ البنا الدمياطي بيقول إيه؟ بيقول: وإن النحاة إذا جاءهم شاهد على لسان جارية أو طفل قبلوه. يعني أنت لو كنت جبت لهم كلام قالوا عيل صغير في البادية يمثل به على فصل المتضايفين بالمفعول لقبلوه، لكن إن جئتهم بكلام من هو أفصح المتكلمين نقلا عن الله سبحانه وتعالى ردوه وأرادوا لهذا الكلام شاهدا، وهذا من العبث بمكان. الشيخ الشاطبي ردهم بالحجة. أولا، أول حجة الرسم العثماني، لذلك قال: وفي مصحف الشامين بالياء مثلة. الشيخ الشاطبي هناك في قصيدة عقيدة أطراب القصائد قال: شركائهم بياء به مرسومه نصر، يعني نصر الرسم قراءته، أي قراءة ابن عامر اللي هي زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائه. إيه الرسم؟ في مصحفنا لو بصيت كده في المصحف هتلاقي شركاؤهم شين راء كاف ألف بعدين واو، وهذه الواو ليست واوا منطوقة وإنما نسميها صورة الهمزة، أو كما العوام يسمونها كرسي الهمزة، يعني كرسي وضعت عليه الهمزة، لأن طبعا تعرفين الهمزة هذه ليست من الرسم وإنما هي ضبط، قد تجعل لها صورة وقد لا تجعل. فصورة الهمزة هنا الواو ده إشارة لإيه؟ إشارة إن أن الهمزة هنا مضمومة، ففي قراءة الجمهور أيوة هي مضمومة شركاؤهم، لكن في مصحف الشامين اللي هو المصحف الذي أرسله عثمان بن عفان رضوان الله عليه إلى دمشق، هذا المصحف شركاؤهم ليست مرسوم بالواو وإنما مرسومة بالياء، يعني شين راء كاف ألف ياء هاء ميم، وإشارتها رسمها بالياء إشارة لإيه؟ إشارة لأنها تنطق بالكسر، يبقى هي عند ابن عامر مكسورة. باقي إيه؟ باقي موضع الإشكال اللي هو أولادهم. إذا شركائهم هذه في المصحف هي دليل دامغ، مرسومة كذلك في المصحف الشامي على أنها تنطق مكسورة، وذلك أشير إليه بإيه؟ بكتابة الهمزة بصورة الياء.
طيب بالنسبة لحل الإشكال اللي هو أولادهم، مش أنت عايز لينا، عايز مننا دليل شعري يعني أو كلام منثور أو منظوم شاهد على فصل المتضايفين بالمفعول؟ طيب نجيب لك كلام نسب إلى الشيخ الأخفش اللي هو سعيد بن مسعدة صاحب الخليل وسيبويه، تلميذ الخليل وتلميذ سيبويه، والأخفش النحوي ده اللي هو سعيد بن مسعدة أشهر الأخافش، لأنهم عدوا الأخافش دول يعدوا لهم أكثر من 11 واحد، وهو أشهرهم اللي هو الأخفش النحوي اللي هو سعيد بن مسعدة رضي الله عنه، والأخفش هو صاحب الأذن الطويلة تشبيها بالخفاش يعني، وبه لقب عدد من الناس زادوا على 11 واحد، في منهم الأخفش المقرئ اللي هو هارون بن موسى بن شريك صاحب عبد الله بن زكوان، ده اللي مذكور عندنا في المتن. وكذلك هنا مذكور في هذا المحل سيدنا سعيد بن مسعدة النحوي تلميذ الخليل وسيبويه. الأخفش كان ينشد من كلام العرب شعرا، قال أحدهم: فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة، هكذا فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة. الزج هو الضرب، والمزجة اللي هي أداة الضرب يظهر أن هي العصاة، يعني ضربتها بآلة أو بخشبة أو بعصاة كضرب أبي مزادة القلوص، القلوص اللي هي الناقة، وزج هنا مصدر لهذا الفعل، فتكون الجملة: زج أبي مزادة القلوصا. فأبي مزادة مضاف إليه للمصدر اللي هو زج، والقلوصا مفعول به للمصدر بالضبط. زي إيه؟ سيقتل شركائهم أولادهم، زج أبي مزادة القلوصا. لكن حصل إن احنا جبنا المفعول به وضعناه بين المضاف والمضاف إليه، فأصبحت قتل أولادهم شركائهم ها زج القلوص أبي مزادة. مش أنت عايز دليل من الشعر؟ جبنا لك دليل من الشعر، وعلى لسان رجل نحوي اشتهر عند الأقدمين بالضبط وبالحكمة وبال يعني المتانة. يبقى احنا عندنا دلوقتي دليل، ثلاث أدلة. أول دليل وأعظمه هو ورود هذه القراءة على لسان رجل ثبت دين إسناده متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم على أعلى ما تكون درجة الصح. الشاهد الثاني رسمها في المصاحف الشامية. الشاهد الثالث والذي تبغونه أيها النحاة اللي هو الشعر: فزججتها بمزجة زج القلوصة أبي مزاد. البيت في الثالث أو البيت الأخير في هذه المسألة الشيخ بيقول إيه؟ يقول: ومع رسمه، يعني ومع دليل رسمه، ومع رسمه زج القلوص أبي مزادها للأخفش النحوي أنشد مجملا. هنا بعض مشايخنا أو أحبابنا يحفظ البيت ده يقول إيه؟ ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا. طيب هو أصل هذا اللفظ أبي مزادة صح ولا لا؟ ثم إننا نقف على هاء التأنيث الموصولة تاء، نقف عليها بالتاء ولا نقف عليها بالهاء؟ نقف عليها بالهاء، خاصة لو كانت مكتوبة معقودة. والبيت: فزجتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة. الشيخ أبو شامة حكى أنه لم يقرأها على السخاوي إلا مفتوحة الهاء، ومع رسمه زج القلوص أبي مزادها الأخفش النحوي، هكذا. ليه؟ لأن حكاية البيت بالهاء زج القلوص أبي مزاده، فأراد الشاطبي رضوان الله عليه أن يحافظ على حكاية البيت. البيت ده يتقري بالهاء مش بالتاء، لأن احنا بنقف على هذا اللفظ لا مزادة فنقف عليها بالهاء، فصادف سكون الهاء سكون اللام في الأخفش، فحاول يمنع التقاء الساكنين، فمنع التقاء الساكنين هنا بالفتح قياسا على قول الله: ألف لام ميم الله في أول سورة آل عمران. احنا حصل عندنا برضو هناك التقاء الساكنين بين الميم وبين اللام في اسم الله، فمنعنا التقاء الساكنين بالفتح مش بالكسر، فقاس منع التقاء الساكنين هنا على موضع ألف لام ميم الله في سورة آل عمران، حفاظا على إيه؟ حفاظا على نطقها بالهاء كالحكاية. الشيخ أبو شامة قال: ولم أقرأها ولم أسمعها على شيخنا أبي الحسن إلا بالهاء، وقد اتفق لي أني رأيت الشاطبي رضي الله عنه في الرؤيا فسألته يعني عن هذا المحل: أهي بالتاء أم بالهاء؟
فقال هي بالهاء والله تعالى أعلم. يبقى نقولها إزاي؟ ومع رسمه زج القلوصة أبي مزادها الأخفش النحوي أنشد مجملة، وقد قرأتها هكذا بالهاء على شيخنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمة الله عليه، شيخ القراء بالديار المصرية رحمة الله عليه وعلى أئمة القرآن، وكذلك على شيخنا الدكتور علي الغامدي، وهكذا يضبطونه وهي في الأصول بالهاء لا بالتاء. أما بالتاء الشيخ أبو شامة قال وبعض الشيوخ يجيزونها بالتاء ولها وجه، يعني لها وجه أن تقرأ بالتاء إشارة إلى الأصل، لأن الأصل كان التاء فوقفنا بالهاء فهنا فتحناها فترجع تاء مرة أخرى. لكن إحنا في المتون يا مولانا بنلتزم بالمتون كما نلتزم بالقرآن، الله سبحانه وتعالى أقرأنا القرآن نقرأه زي ما نزل لنا من عنده، كذلك مع الفارق، يعني تشبيه مع الفارق، لما نقرأ بمتن شيخ لابد أن نلتزم بضبط صاحب المتن له، هو ده كلامه هو مش كلامي أنا، يعني هذا المتن للشيخ الشاطبي مش لي أنا كشيخ أدرس وأعلم فإذا صح لي شيء أبدله، هذا من التحريف والتبديل. أقول قال الشاطبي هو ما قالش وأنا اللي محرف، لا ما ينفعش، وإنما لابد أن أقيم الوزن والبيت واللفظة كما لفظه صاحبه رحمه الله، وهذه من الأمانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الحكيم إنه على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن أراد الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة فرش سورة الأنعام والقراءة معك يا شيخ حسن. وقفنا معك فين في اللقاء السابق؟ ولقد خلقنا الإنسان في سورة الحجر. طيب هتقرأ لنا بأي رواية؟ هكمل بخلاف من حمزة. طيب اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنود، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين،
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أشبع كسرة الميم يا شيخ حسن لمن لمن إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون فلما جاء آل لوط المرسلون جاء هذه بكم وجه نقف على آل حمزة شيخ حسن بخمسة القياس طيب خمسة ليه ده هي مفتوحة جاء لا هنقف عليها أنا أقف عليها بالإمالة طيب هنقف عليها بثلاثة أوجه فقط ثلاثة أوجه إبدال مع المد والقصر والتوسط صح ولا لا تمام كيف هيكون تطبيق القصر جي أحسنت الله يفتح كثير من الطلبة نوقعهم في هذا اللفظ نقول له جاء قولها كده بالقصر قولي جاء قول له لا ما تمشيش خالص يا مولانا أحسنت الله يفتح عليك تنبهت إلى الإمالة هو ده محل السؤال الإمالة مش خمسة القياس مع أنها فش خمسة القياس فيها ثلاثة بس طيب. لأن خمسة القياس لابد أن تكون الهمزة المتطرفة إما مضمومة أو مكسورة دم هي مفتوحة ما تقبلش الروم صح ولا لا ماشي أكمل تفضل قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنت
أنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتح الله عليك شيخ حسن وزادك الله إتقانا ونفع بك العبادة والبلاد إنه على كل شيء قدير. إلى هنا أحبابنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف مدارسة وتلاوة كتابه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.